اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. من الخلوة المصرية الشاذلية نحيا وإياكم مع العلم والعلماء وفضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق الدقاق العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على حبيبه ومصطفاه سيد الأولين والآخرين الذي خاطبه مولاه تبارك وتعالى بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم يا من جعلت الصلاة على نبيك الأعظم من القربات، فإنا نتقرب إليك في هذه الليلة المباركة، ليلة مولانا الإمام الحسين عليه السلام. نتقرب إليك بكل صلاة صليت على الحبيب الشفيع من أول النشأة إلى نوره نور قلوبنا، وبسره ثبت أقدامنا، وببركته أحسن ختامنا. اللهم اجمعنا به في الآخرة، وأكرمنا بشفاعته، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أمدنا بمدد أوليائك الصالحين وأحبابك المقربين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، فإن الإنسان الدنيا له رحلة وله أيام، إما أن يحظى فيها بالسعادة وبالكرامة، وهذه السعادة حقيقتها في حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته، فهذا لا شك من السعادة. أما الذي في قلبه جفوة ولم يرزق المحبة، والله سبحانه وتعالى قد جعل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وآل البيت في مقدمة ساداتنا الذين هم يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنبون نهيه، فهم قدوتنا وهم أئمتنا وهم ساداتنا. فإذا ما كنا في سيرتهم وفي محبتهم فنحن في حقيقة الأمر إنما نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نهتدي بهدي القرآن. ألم يأتي
في الخبر أو في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه عن سيدنا زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه. هذه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم سينتقل إلى الرفيق الأعلى، يوشك أن يأتي رسول ربي ملك الموت فأجيبه، ولكنه طمأن هذه الأمة بأمرين عظيمين: وإني تارك فيكم الثقلين، سماهما ثقلين، كتاب الله. وهذا الحديث في صحيح مسلم لم يقل وسنتي، هذا أصح وأوثق وأثبت من حديث الترمذي وغيره: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحول. إذن فما هو السر في الربط بين الكتاب الذي هو القرآن وبين آل البيت؟ أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعبرون عن أخلاق القرآن ويمتثلون القرآن ويعيشون في أنوار القرآن، فإذا ما اتخذهم العباد أسوة لهم وقدوة فإنما هم في حقيقة الأمر يمتثلون تعاليم القرآن الكريم، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالنموذج الأكمل والأنور والأتم في تطبيق تعاليم القرآن وهدي القرآن الكريم هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يأتون في المقدمة عندما يقول مولانا تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. تحضرني في هذا المقام قصة عجيبة. كان أحد الشيوخ الذين يقرؤون القرآن الكريم ويعطون الإجازات والسند يقرأ في مصر العتيقة في جامع سيدنا عمرو بن العاص الذي فتح الله تعالى على يديه بلاد مصر، وجاء معه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. هذا الشيخ كان يقرأ في جامع الفسطاط الذي هو جامع عمرو بن العاص، وكان لا يقرئ أحدا إلا إذا دفع إليه الأجر مقدما، يشترط أن يأخذ مبلغا معينا من المال من الدراهم أو الدنانير. فكان هذا الشيخ يشترط أن يأخذ المال مقدما، وأقسم على ذلك يمينا بالله سبحانه وتعالى أن لا يقرأ أحد إلا إذا دفع مهما كان، كان لا يجامل أحدا، حتى لو جاء إليه أمير المؤمنين لا بد أن يدفع. فصادف أن رجلا فقيرا
تريد القراءة ولم يكن معه الأجر المعلوم، وقال له تأخذ النصف، قال لقد أقسمت وحلفت بالله سبحانه وتعالى ألا أقرأ أحدا إلا إذا دفع. قال يا سيدي أريد أن يتصل سندي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قصدتك وجئتك من بلد كذا وكذا. قال لا. حاول معه بشتى الطرق فأبى، وصادف أنه كان في هذه الأيام رحلة سوف تتوجه إلى بيت الله الحرام وإلى زيارة الحبيب الأعظم عليه أفضل الصلوات وأتم السلام صلى الله عليه وسلم. فعرض الرجل نفسه على القافلة أن يأخذوه معهم مقابل أن يقوم بخدمتهم وأن يحرس أمتعتهم وأن يدفع ما معه من المال. قالوا لا، لن نأخذ منك شيئا، ولكن تذهب معنا فتقوم بحراسة الأمتعة وبخدمتنا. فسافر إلى بلاد الله المعظمة المقدسة وأدى مناسك الحج، ثم توجه إلى زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما وقف أمام المواجهة الشريفة قال يا سيدي يا رسول الله، بعد أن سلم وصلى على سيدنا رسول الله، قال يا سيدي يا رسول الله، ذهبت إلى الشيخ الفلاني في مصر في جامع عمرو بن العاص، وأردت أن أعرض عليه قراءتي حتى يتصل سندي بك يا رسول الله، فأبى إلا أن أدفع كذا وكذا ولم يكن معي. وتأثر الرجل وأخذه حال وقال والله لن أقرأ على أحد إلا عليك يا رسول الله. فقرأ ما تيسر له من القرآن، فلما عاد إلى مأواه لينام عندما دخل في النوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له إذا رجعت إلى مصر فاذهب إلى الشيخ فلان الذي منعك من القراءة، وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالأمر أن أقرأ عليك وبغير أجر. قال فإن لم يصدقني يا رسول الله، إن اتهمني بالكذب ماذا أفعل معه؟ قال قل له بأمارة زمرا زمرا. فاستيقظ الرجل من نومه، وبعد أن انتهى من الزيارة ورجع إلى مصر ذهب إلى الشيخ وقص عليه الرؤيا، وكان ما توقعه في أول الأمر كذبه، وقال له أنت تكذب وتفتري على رسول الله. قال له لا تعجل، إن معي أمارة من رسول الله. قال له وما هي؟ قال يقول لك بأمارة زمرا زمرا. فلما سمع هذه الأمارة صرخ صرخة عظيمة، ثم قال للناس أشهدكم أني سأقرئ هذا وكل من يطلب القراءة ولن أسأل أحدا أجرا. فتعجبوا وقالوا هذه ليست عادتك، فماذا في الأمر؟ قال لهم كنت في شبابي أقرأ، ولكني لا أعرف العلم، لا أعرف الأحكام، لا أعرف التفسير،
فقرأت قول الله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فهذا مبلغ علمي، فحزنت على نفسي وتأثرت تأثرا شديدا، فلما نمت في هذه الليلة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: بشر قراء القرآن أنهم يدخلون الجنة زمرا زمرا. إذن محبة القرآن الكريم تتجسد في محبة سيدنا رسول الله ومحبة كل ما يتصل به، أي شيء يتصل بسيدنا رسول الله فحبه إنما هو في الحقيقة حب لسيدنا رسول الله. فنحب بلده ونحب ذريته ونحب القرآن الذي نزل عليه، وكل شيء له علامة. فعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم هي أن تحب القرآن، وعلامة حب القرآن الكريم هي أن تحب السنة المطهرة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، فإنهما لا يجتمعان. فلهذا كان الحب له الأثر العظيم. ممكن أن الإنسان لا يبلغ الدرجات العظيمة إلا بالحب، لا يبلغها بالأعمال. ولهذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة ماذا قال له؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت كثير صلاة ولا صيام ولا كذا ولا كذا، إلا إني أحب الله ورسوله. فقال له: أنت مع من أحببت. إذن فالرجل بالحب يكون مع من أحبه، حتى ولو لم يكن في العمل مثله. فأنت تحب آل البيت، فالله تعالى يكرمك بمعيتهم في الجنة. أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يكرمك بمعية النبي العظيم. إذن فالحب يوصلك أسرع من الأعمال، بل إنه إذا كان في الأعمال نقص أو خلل يجبر بالمحبة. فالمحبة كما يقولون تجبر والمحبة تستر. فإذا كان هناك نقص في الأعمال فإنه يجبر بالمحبة، لكن المصيبة الكبرى إذا كان نقص في المحبة، هذه طامة كبرى. النقص في المحبة لا يجبر، أما النقص في الأعمال فإنه يجبر. ولهذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف أختم بحديث، عندما قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طبعا الحديث هنا اختصر، لأن الآية الكريمة ماذا تقول؟ قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ماذا قال الله؟ قال: فتربصوا. هذا تهديد، يعني انتظروا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
والحق تعالى لم يقل لنا ما هو الأمر الذي يأتي به، أتى بها مبهمة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فما هو الأمر الذي يمكن لو أننا قدمنا محبة الأشياء، الأموال والأبناء والأزواج وكل ده، على محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيل الله؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما هو الأمر الذي يمكن أن يأتي الله به؟ جعله مبهما لتجول النفس ولتتخيل ما تتخيل. ولو تدبرت في القرآن الكريم فإن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. قال فتربصوا تهديد حتى يأتي الله بأمره. والحمد لله ربنا ختم الآية بقوله والله لا يهدي القوم الكافرين بل الفاسقين، يعني اللي عنده نقص في المحبة ويقدم هذه الأشياء الفانية على محبة الله ورسوله طبعا وآل بيته الكرام إلى آخره، هذا فاسق. معناه كده الله لا يهدي القوم إشارة إلى أن هؤلاء المذكورين من أهل الفسق لا من أهل الكفر. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتأملت وعلمت أن المراد هو قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. لم يقل فسوف يأتي الله بقوم يؤمنون، يرتد يعني يكفر، فليرتد يغور في داهية، ربنا حيجيب مين؟ مؤمنين. قال لا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شوف، يبقى الإيمان هو إيه؟ محب. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما إيه؟ عارف كلمة مما سواهما تشمل الأشياء كلها في سورة التوبة، ويدخل فيها الدنيا بأكملها والآخرة والجنة والنار والعرش والكرسي والملائكة والإنس كله مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه. أما بعدها قال إيه؟ وأن يحب المرأة، لم يقل أن يكون المرء، لا، يعني المرة الأولى لم يقل أن يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما، إنما قال أن يكون، يعني هكذا يكون المؤمن وهكذا يكون وهكذا يكون المحب للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. ولهذا سيدنا عمر كان صادق مع نفسه. سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم وصف عظيم، قال: ما سلك عمر طريقا إلا سلك الشيطان طريقا آخر. الشيطان كان يخاف من سيدنا عمر، الشيطان اليوم يخافش من حد أبدا، ده الشيطان يعني يدعي الخوف من الله وهو كذاب لأنه متجرئ على الله. لكن مع سيدنا عمر بالذات موضوع تاني. سيدنا عمر بيقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، كم ممكن يدعي زي ما الناس بتدعي يقول والله أنت أحب، لكنه صادق لا يعرف الكذب. ده كان القرآن الكريم ينزل بتأييد رأيه، قال له: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال له: لم يكمل إيمانك بعد. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق أنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن، يعني الآن كمل إيمانك. يبقى السؤال هنا، الناس الجماعة الوهابية أو أهل الجفاء اللي هم ينكروا علينا الاحتفال وإظهار المحبة والفرح بسيدنا الحسين وآل بيت رسول الله، يتهموننا بالغلو
والغلو لا يكون في المحبة، المحبة ليس لها سقف، إنما الغلو يكون في العقيدة في الاعتقاد. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أما المحبة ما لها سقف، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا بد أن يكون النبي أحب إليك من نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أحب إليك من نفسك. حتى في التشهد عندما نسلم عليه صلى الله عليه وسلم، هل نسلم على أنفسنا أولا أم عليه صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، فنقدمه في السلام على أنفسنا. يبقى معنى كده لو كان في غلو، سؤال بسيط جدا، الغلو يعني تتجاوز الخطوط الحمراء. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. إيه معنى الغلو؟ أنهم ادعوا في سيدنا عيسى أنه هو الله أو أنه ابن الله. هل حدث في تاريخ الأمة المحمدية أن رجلا مهما كان في البدعة وفي الحب وفي ما يسمونه يعني الضلال القديم، هل ادعى أحد ألوهية سيدنا رسول الله؟ لا. حمى الله تعالى مقامه الشريف من الشرك، وقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أخشى عليكم أن تشركوا من بعدي. فالوهابية والسلفية يخافون علينا ما لم يخفه علينا رسول الله. ده مرة كنا في المدينة المنورة وبنتوسل ونقف كده في المواجهة الشريفة، فأحد الناس قال: هذا لا يجوز من هؤلاء الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فقلت له: تعالى، سؤال بسيط جدا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو سبحان الله أنطقه الله تعالى بهذا الحديث، قال: هذا لا يجوز، هذا شرك، لماذا يا شيخ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كل سؤال، هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب ولا لا؟ قال: لا شك أنه مستجاب. قلت له: خلاص، ما فيش وثني، ما فيش شرك، إذا كان ربنا استجاب دعاءه كيف تقول إننا نرتكب الوثنية أو الشرك، مع أن الله تعالى استجاب دعاء من أهل غلو. ده بالغلو هو إيه؟ مجاوزة الحد الأعلى، يعني مجاوزة الخطوط الحمراء، كما قال الإمام البصيري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، ملوش حد، فيعرب عنه ناطق بفم. يعني معناه ابعد عن دائرة الألوهية وقل ما شئت، فلن تستطيع أن تقول شيئا مما قاله المولى تبارك وتعالى في حقه. ولهذا قال سيدنا ابن الفارض: أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن داوم المثني عليه وأكثر، ولو سطرت كل البرية أسطرا. يعني لا أحد يصل إلى معرفة مقام سيدنا رسول الله. ومن ذلك يمتد الأمر إلى آل بيته الكرام، وخاصة نحتفل الآن بمولانا الإمام الحسين عليه السلام. سيدنا الإمام الحسين أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات. أول شيء دخل في جوفه ريق المصطفى، وأول صوت خرق أذنه إنما هو صوت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسين كان له خاتم، نقش الخاتم إيه؟ إن الله بالغ أمره، اللي مكتوب على نقش خاتم سيدنا الحسين: إن الله بالغ أمره. سيدنا الحسين كان نسلم يقول: الحسن أشبه بي، والحسين يشبه عليا، وكلاهما سبط،
رسول الله، وهما ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما سيدا شباب أهل الجنة. سيدنا الإمام الحسين رباه النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن تربيته، ثم جاء دور سيدنا علي رضي الله تعالى فأدبه على أدب جم عظيم، على مكارم الأخلاق والمحاسن. ويشهد لهذا أن أعرابيا قصد سيدنا الحسين في قضاء حاجة، وآل البيت أهل الكرم وآل الجود، قال له: لماذا تقصدني بالذات ولم تذهب إلى الأمراء من بني أمية وغيرهم؟ قال: إني سمعت جدك صلى الله عليه وسلم يقول: إذا طلبتم معروفا فاطلبوه من أحد أربعة، إما عربي شريف كريم، أو حامل للقرآن الكريم، أو صاحب وجه صبيح، أطلب من هذه أو من الأربعة التي قالها الإنسان: عربي شريف، مولى كريم، حامل للقرآن الكريم، صاحب وجه صبيح. وقال الأعرابي لسيدنا الحسين: أشهد والله أن الأربعة قد اجتمعت فيك. قال: أما العرب فقد شرفت بجدكم صلى الله عليه وسلم، وأما الكرم فدأبكم وسيرتكم، وأما القرآن الكريم فقد نزل في بيوتكم، وأما الوجه الصبيح فأشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينظر إلي فلينظر إلى الحسن أو إلى الحسين. فتبسم الإمام الحسين وقال للأعرابي: ما حاجتك؟ خلص عوزه. فقال له: حاجتي كذا. فقال له: إن أبي عليا علمني أن المعروف على قدر المعرفة، وإني أسألك عن ثلاث، فإن أجبت عن واحدة فلك ثلث ما عندي، وإن أجبت عن اثنتين فلك الثلثان، وإن أجبت عن الأسئلة الثلاثة كلها فلك كل ما عندي. وكانت معه صرة مملوءة بالدنانير الذهبية: أعطيك هذه الصرة كلها إن أجبت عن الأسئلة الثلاثة، المعروف على قدر المعرفة. أنزل الناس منازلهم. قال: أسأل. قال: ما أفضل الأعمال؟ قال الإيمان بالله. نجح في أول سؤال: أفضل الأعمال؟ قال: الإيمان بالله. قال: فما نجاة العبد من الهلكة؟ قال: الثقة في الله. نجح في السؤال الثاني. قال: فما يزين المرء؟ المرء زينته بماذا؟ قال: علم معه حلم. قال: فإن أخطأه ذلك لا من أهل العلم ولا من أهل الحلم. قال: مال معه كرم. قال: فإن أخطأه ذلك لا عنده مال ولا عنده كرم. قال: فقر معه صبر. لو العلم معه حلم، اثنين مال معه كرم، رقم ثلاثة إيه؟ فقر معه صبر. قال: فإن أخطأه ذلك. قال: فصاعقة تنزل عليه من السماء فتحرقه. فضحك سيدنا الحسين وأعطاه المال كله. فهؤلاء هم آل بيت سيدنا رسول الله، هم ذو المكارم والأخلاق الكريمة، وآل بيت رسول الله هم الذين تمثلت فيهم من بعد سيدنا رسول الله أخلاق المصطفى. حق لنا ولأهل مصر خاص أن نتيها على الدنيا كلها، بأن آل البيت اختاروا مصر على ما سواها من البلاد الإسلامية. رأوا فيها الأمن، ورأوا فيها الحب، ورأوا فيها السماحة. ولذلك بسببهم وبسبب أنهم آووا إليها سميت بمصر المحروسة،
بسبب أن الله تعالى حفظها وحرسها بآل بيت سيدنا رسول الله. نسأل الله تعالى قلوبنا تعظيما ومحبة لآل البيت، وأن يمدنا بمددهم، وأن ينفعنا بمحبتهم في الدارين بجاه سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشكر لكم جميعا، وأدعو الله تعالى لكم أن يكرمكم المولى تبارك وتعالى بشفاعة سيدنا رسول الله يوم الزحام، أن نجتمع في الآخرة في مائدة ومأدبة آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.